عندي اسماء اساس تاني كتير، ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. ايوه ايوه مساء الخير. مساء النور. اتعرف بيكي؟ بلاش الاسم. بلاش الاسم. كام سنه؟ 19 سنه. مرتبطه؟ انا دلوقتي مخطوبه بس انا بحب واحد. بتحبي واحد مخطوبه بس بتحبي واحد مخطوبه؟ بقالك قد ايه؟ بقالي 3 شهور. طيب واللي بتحبيه ده بتحبيه بقالك قد ايه؟ انا كنت بحب واحد سكن في وشتنا، وكنا صارت اعجاب كده. هو كان بيشتغل في دهب وبعد كده رجع هنا تاني. فلما جه انا اتشدت لي وهو اعجب بيا، كان احنا نعرف بعض من واحنا صغيرين. فاعجب بيا، جه لاني كبرت بقى واعجب بيا وانا عجبت بيه وكده. واتقدمت لي واتقدمت لي، اتخطبنا بس ما جبناش دهب، هي قالت فتحة بس وقال هجيب دهب في شهر مثلا 8، هنقول 8 مثلا، يعني 5 شهور وهنجيب دهب. بس انتي اعجبتي بيه واتخطبته. انا حبيته جدا 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 جدا. طيب يعني انا هو كان بيحسسني ان هو بيحبني ولو انا اتشليت كده كان هو هياخدني. انا كنت بسمعك بتقول لا ما حدش يسلم نفسه لحد ومش عارفه ايه، ولما واحد بياخد من واحده حاجه مش هيسال فيها وهيذلها وكده. انا بقى كنت بقول لا، خطيبي الا خطيبي يعني، مش هو، مش زي الناس. فالمهم حصلت معاها علاقة، بس أنا مش عارفة هي إذا كانت كاملة ولا لأ. أها. شبه كاملة. أها. أنا مش فاهمة حاجة أصلاً. فأنا اتخطبت له وأنا في تالتة إعدادي. فبعد كده هو قال لي انزلي يلا ياسمين البسي ووضبي نفسك عشان إحنا جايين، أنا رايحة أجيب أهلي. وقال لي بابا إن إحنا هنجيب الذهب النهاردة. واكتشفت إن هو اتصل بي قال لي دي اختي اخذت مني الفلوس وهتعمل بيها، هتولد قيصري ومحتاجه الفلوس ومش هينفع تتقدم لك ومش هينفع تجيب الذهب وانا مش عارف اعمل ايه وخلاص. وين بس بعد ما حصلت العلاقه دي فراح بابا طبعا فشكلها طبعا يعني، وقال لاخواته وحصل كده يعني ففشكلناها. فانا وهو فضلنا في تليفونات مع بعض برضه وما سبتهوش برضه خالص. اتخطفت الواحد، بابا خلاني يعني انا اتخطفت الواحد يعني، قلت يعني انا هبقى زي البنات واتخطب وكده. فرحت، انا فرحت ووافقت على العريس. بس بعد ما اتخطبت وكده انا كنت يعني لما كان بيلمس ايدي مثلا كنت ببقى عايزه اقطع ايدي دي، ببقى مش قادره. ليه؟ انا مش حاسه يعني، هو احمد بس اللي يمسك ايدي، خطيبي ده اللي هو اسمه احمد هو اللي يمسك ايدي بس، ما حدش غيره. ما قلت لماما على الاحساس ده، راحت فشكلتها. ماما برضو مش عارفه اي حاجه، ولما باجي احكي لها مثلا، هي ماما مش عارفه ان انا عملت علاقه، بس لما باجي مثلا هي عارفه ان انا بحب خطيبي، بس لما باجي احكي لها وكده بتبقى معايا يعني. فبعد كده رحت في مشكلة الخطوبة ورجعت لخطيبي ورجعت له وقلت له انا بحبك ومش هقدر انساك وكده. هو عيط ورجع لي. جميل. نهار لما انا اتخطبت نهار وقعد يقول لي انا هفضحك ومش هفضحك وكده. فرحت رجعت له قعد يعيط وفرح قوي وسبت خطيبي. رجع تاني ادى لبابا وعد وقال له هجيب الذهب في شهر مثلا كذا. برضه رجع نفس هو ما جاش برضه. مامته في الاخر هو كان جايب لي تليفون، مامته اخذتني في البيت وقالت لي انا عايزه تليفون ابني، امي ما سدش فلوسه وده من جيبه ومش عارفه ايه وجايبه ليا. المهم مامته بتكرهني جدا 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 فوق ما حد يتخيل، انسان بيكره حد كده. وما عملت لهاش حاجه خالص، والله العظيم ما كنت بعمل لها اي حاجه خالص. كرهتني كده لوحدها. فبعد كده كرشتني من البيت وفركشت هي الخطوبه. راح ارجع تاني يتقدم لي، كرشت ماما من البيت وقالت لها انا مش عايزه انسبك ومش عايزاكي. خطبني تاني. انا كنت في الوقت ده كنت بتخطب واتساب وهو كان بيجي يتقدم لي بتتفشكل اروح مخطوبه، يتقدم لي تتفشكل اروح مخطوبه. فبعد كده رح اتكرشت ماما من البيت وقالت لها انا مش عايزه انسبك ومش عارفه ايه وكده.
كده. يعني الجوازه اتفشكلت بمعنى اصح. بعد كده. طب دلوقتي انت ايه الوضع؟ انت يعني ايه الحاله دلوقتي؟ الحاله دلوقتي ان انا مخطوبه لواحد صاحب جوز اختي. بس انا كنت في الاول برتاح له كده، دلوقتي انا مش مرتاحه له، فرجعت لخطيبي برضو اللي هو بيسيبني وما فيش امل ان احنا نرجع لبعض، بس رجعت له وهو بيرجع لي. لما بقول له انا بحبك ومش هقدر انساك، عمره في مره رجع لي، انا اللي على طول بجيله. بص يا بنت الناس، اكلمك بصراحه ومش هضحك عليكي، لو ما كنتيش سلمتي الولد ده نفسك كان ممكن الامور تختلف شويه. ومن الواضح ان هو راح قال لامه، لان ما اعتقدش يعني امه بتكرهك كده من الباب للطاق. فامه طبعا وجهه نظرها فيك انك بنت مش كويسه. هرجع اقولها للمره المليون، ما تسلموش نفسكوا لحد. من اكبر ما يمكن، ده خطا فادح. حياتك كلها وخطوبتك وجوازك ودنيتك كلها ممكن تتغير، مستقبلك يتغير. تاخدي لقب سيء مش مفروض تشيليه، ده مش هينفع. لو تقدري بقى مع اي حد من معارفك او حد من اصدقائك او حد تثقي فيه تروحي لدكتور تكشفي على نفسك، تشوفي انت وصلتي الحاله لايه، والموضوع يبقى كده. يعني انا يعني من وجهه نظري انك لازم اهلك يعرفوا ان الولد ده عمل معاكي علاقه، على الاقل حتى يجيبوه ويقعدوا ويتفاهموا معاه ويصلح غلطته بقى، حتى ابوك يرضى من غير ذهب من غير حاجه، من وامه ترضى ان شاء الله تتطلقي بعد كده، بس تبقي واخده لقب مطلقه اسهل بكتير. انما تعيشي متمرمطه كده. وبعد كده انا عايز اقول لك حاجه، اللي بيخلي اي بنت تسلم نفسها ضعف البنت، ضعفك يا جماعه. ما ينفعش نبقى هبل كده، ما ينفعش نبقى بهذا الضعف. المفروض احنا بني ادمين، البني ادم ده يكون عنده اراده، قوه، فهم، ذكاء، مساحه من التفكير. ما اقولش ان خطيبي ده غير اي حد، لا انا لازم اسلمه نفسي، لا طبعا. وادي النتائج، يا ريت اللي بيسمعوا يتعلموا، ارجوكم اتعلموا. احنا مش في مجتمع اوروبي والحياه بامبا وتروحي تباتي معاه في بيتهم والموضوع لطيف جدا والدنيا تمشي، وسبتي ده عرفتي ده ولما تيجي تتجوزي مش هيقول لك فين غشاء البكاره، لا. لازم نفوق لنفسنا، لازم نعرف احنا بنعمل ايه، لازم يكون عندنا شيء من الوعي ان اللي بنعمله ده مخالف لتعاليم ربنا سبحانه وتعالى وشرع ربنا، ومخالف لعاداتنا وتقاليدنا، ومخالف لأخلاقنا والقيم اللي تربينا عليها.